هذا كله قدامك. هل سيكون رئيس الوزراء المقبل من التيار الصدري؟ كلا وألف كلا. ليش؟ أنا أعرف الأمور. ألف كلا، شوف ألف ألف. ليش؟ شنو السبب؟ راح يقاتل من أجل على صديقي حسن الكاظمي. ليش بالله عليك؟ ليش؟ هو إيش قد قال؟ قال إي ومليون؟ أنا قلت لا أو مليار. كلا ومليار ليش؟ كلا. ليش؟ لماذا؟ يعني مو هي المشكلة، شوف المعادلة ما راح تتوافق وياهم لو هم ما يجيبون الأغلبية. أنا خلي بدون تفاصيل والله مو ما عندي وقت. بسمع من عندك. أنا من اعترضت على الفقرة الأولى، تدري أول من اعترض على قضية الدولار أنا تتذكرها وأجيب لك التغريدة يا يوم وحكيت وكذا. إجاني واحد قال لي كاظم، إجاني توجيه أو إجانا توجيه، إذا اعترضت بهذا الموضوع أنت بس تصير عركة، يقولون كاظم الصيادي سواها، يعني نجحوا بقضية أن كاظم سوا. فأنا اعترضت إجوا فتنفتح حلبة، فأنا أي ومن المعيب جدا يعني هاي أنت افتح حلبة كلام زين، مو حلبت بوكسات وكذا زحمة. صدقني ايه؟ كل الأمور اللي صارت معي كانت معتدى علي. اي صح. وقضية دفاع أنا عن منظومة خلق، بس المقابل مع الأسف لا يمتلك منظومة الخلق. زين خليني القضية الأخرى ايش قالوا؟ قلت المعمي ذا هيك النوب ايش باوعت؟ باوعت الفيسبوك، احترق النائب كاظم الصياد، يشوف الجيوش الإلكترونية القذرة طلعوكم ورا معينك. لا أكيد ما فيك حكي، يقدرون يوصلون كفيك الله. والله فلش لك إياه. لا والله زين. لا وخلي يجون رجال كلمة بس إنه يعني تفلشهم بالبوكسات. لا 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 بالحجة والدليل. وإذا تعركوا وياك شو تسوي؟ لا لا عيب يا اخي، ما بتضرب سياسة سياسة ويا هم ضربوا وياك من الحيرة. احنا مو قبة برلمان، مو قبة حلبة ملاكمة. انا ايش قالت؟ قلت لهم شو باوعت بالفيسبوك، وتذكر استاذ محمد راسل واحنا قاعدين، النائب كاظم الصيادي يحدث مشكلة داخل مجلس النواب لاجل عدم التصويت حتى يقلبون منه، يقلبون الناس اللي منتظره. انا ما اعترض بس على هاي، انسحبت الاولى ورجعت بالثانية ومارست دوري، وكان موجود أستاذ محمد ومارسنا دورنا على الرغم أني أحمل أستاذ حسن الكعبي، وراح نقدم التعديل الأول للموازنة، حملة مسؤولية عدم التصويت على بعض الفقرات اللي تتعلق بالموازنة. وبالمناسبة هو والله خلص الوقت. لا 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 ما يخاف السؤال لأخوي. لا لا هو وقع على إضافة بعض الفقرات، وأنا أتمنى من أستاذ حسن يتبنى هذا الموضوع. سيد محمد.